يعاني الفنان حازم محمد أيام صعبة بعد مرضه الذي يعاني منه منذ السنوات الأخيرة بسبب مشاكل في القلب، ونقل حازم على جناح السرعة إلى مستشفى مصطفى باشا لتلقي العلاج بعدما تم نقله عبر سيارة تاكسي أجرة، وهذا حسب ما صرحت به زوجة الممثل حازم للزميل عبد الرحيم بنبي. قالوا لي سلموا لي مالك باش نديروا له لوبيراسيون، ويلي تري فاتيغي بزاف. اي جبتو هنايا لمصطفى باشا باش يديروا له بيلات على 3 شومبر، شويه فور على اللي يديروا داروا له في بلاكس، باسكو يلي فاتيغي ماشي يقد تينوض ياكل يعيا. ربي يسترهم ان شاء الله ويدعوا له بالشفاء، يدعوا له يعاونوا غير بدعوه الخير، يشوفوا له يشوفوا فيه شويه. والله راه غير مريض وتا واحد ما داها فيه، وديجا ما لقيتش حتى لومبيلونس باش تجيبها، جيت في الطاكسيات وراه مغبون بزاف. الشفاء العاجل لمحمد حزيم ولصالح أوغروت كذلك ولكل المرضى.